مرحبا، اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه تايني كين. تايني كين هي لعبه بتشبه لعبه اسمها بيكمن على النينتندو، اذا حدا بيعرفها. خليني افرجيكم شو حفوت اعمل كونتينيو جيم وارجيكم الجيم بالضبط شو فكرتها. انك انت هذا البروفيسور بين قوسين اللي راح عايش بالفضاء سموير بالمستقبل البعيد، وقرر انه بده يرجع يلاقي الارض. فاجى على الارض بس ما بعرف ليش هو قزم، مو مهم. وبعدين لقى في حشرات عايشة هون وقبائل وأشياء، وفي لقى هدول المخلوقات اللي اسمهم التايني كين. تمام، في منهم ألوان ألوان اللي هن مثلا عندك اللي هي هاي البنفسجية الحمراء الخضراء، كل واحدة منهم تعمل شغلة. مثلا خلينا نحكي هون، إذا أجيت طبعا بدك تنتبه من هدول. إذا جيت بتكبس زر الماوس اليمين أو بالكنترول، إذا عم تستعمل كنترولر الخضر مثلا، فيك تعمل فيه سلم تطلع عليه. تقدر تعمله هيك كمان، حتى فيك تعمل أشياء مثلا تستعمل البنفسجين ليحركوا أشياء. خلينا نعمل هيك بس عم نطلع من هون. نجيب الشغلة هاي ونرجع. شايفين؟ فعم تتحرك وتستعمل التايني كين هدول أو البيكمن، لأنه بيكمن تستعمله لحتى تخلص البازلز بهذا المكان. تمام. هلا في عندك كمان الصابونه تقدر تستعملها لحتى تمشي بسرعه. عن جد ترى مو مزح، صابونه تسبت السوب. هاي الصابونه اذا وقف على كهرباء بيتكهرب، سو يو هاف تو بي كيرفول. طيب خلينا نروح هيك. الحلو انه بيلحقوك هنن بي بيكمن ممكن يموتوا بسهوله. هون بتلاقيهم لا بيلحقوك وما بيموتوا الا اذا انت قتلتهم. يعني الحمر مثلا شغلتهم بالعالم انه يتفجر. طيب ناديهم كلهم. هذه مثلا خلينا ننزلها. فتحنا هذا الباب مشان نمرق اذا بدنا بعدين. مثلا خلينا نستكشف هون. هاي جيب هدول، نشعل هدول الأشياء. حلو. ما بعرف هو عم نعمل هدول الظاهر حتى نصل لهاي. تمام. المهم فكرتها كتير بسيطة. طبعا هذه واحدة من الغرف اللي انت عم تصلها. طبعا هو على أساس وصل لكوكب الأرض، وهذا هو كوكب الأرض، بس أظنه هو مجرد مكان واحد، بس مو مهم. هي اصلا الجيم عامله جو هيك غريب شوي. هذول هون فظيعين والله، انه فظيعين. شوف ايه كوكب الارض. ما بعرف اذا هو كوكب الارض ولا لا، بس في حشرات وفي اشياء ونباتات ووض وشكله كان في هيومن زون وراحوا. اي ام زي بدري مين. تقدر تحكي معهم مع بعض الكاركترز. هو لو بس بيسمح لك انك تشوف، يعني تعرف انه كاركترز بينحكى معهم وانه لا، بس مو قضية. هات هدول. اي ممتاز. طيب هنروح هلا على وين؟ عهون نستكشف هاي الجهة، ناخذ الذهب. في كولكتبلز. ولاحظوا كيف الحركة كتير سلسة. انا بعشق الجيمز اللي بتخليك تتحكم بطريقة سهلة. هاي واحدة من الصراحة. يعني نبعت هدول هون. كم واحدة باقيان؟ تنتين. في ظرفين مخبئين سموين.
هذا طبعا بيفتح بيوديك على المشن اللي بعده. بتفوت من الفنت. لاحظوا الحركة شو بسيطة وسهلة. هذا عن جد هذا الشيء يعني مفروض كتير جيمز تتعلم منه، انه كيف تخليك تتحرك بطريقة حلوة. وين نروح؟ هون. تعال. هلا فهمت شو المشكلة، كان في هاي اللي فوقنا. نسحب هاي وهاي. على فكرة عم بلعب بالكيبورد والماوس، بالعادة هذول الألعاب بالكيبورد والماوس ما بيطلعوا كتير فظيعين، بس هالمرة ظابطين. هاد معناتها هون في خيط عنكبوت. خيط العنكبوت عادة إذا تقدر تستعملها بتصير ب ب بت بتطيرك، يعني بتقدر تروح محل، يعني بتمشي عليهم بالصابونة على الخيط العنكبوت. طيب وين نروح هلا؟ نروح يسار يمين؟ نروح هنيك. على الكتاب هداك. تعال. هون. حلو. هلا وين؟ اظن اني اجيت لهون قبل. ما بعرف، هلا بنشوف. اظن اجيت. ممكن نعمل الحركة كلها هاي او نطلع بهيك. هاي ممكن نفقعها بيقوم بيطلع لنا الاشياء. مثل ما قلت لكم هدول الطريقة اللي مستخدمين فيهم هدول الاشياء كتير حلوة. يعني انا هون عم اشتغل بسرعة وعم اطلع لكل محل بدي اياه. هلا هي شوي سهلة الجيم. نلم هدول ناخذ بدالهم. هي البيضة طبعا، البيضة اللي هي تبعت هدول. هذا ما فينا نصل له صح؟ يس. وات از ذس؟ بدنا نجيبهم هون. هلا ركبنا هدول. اوكي 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 فهمت. حلو. Plants you have to until you cut them. اوكي mantis wants to eat. طيب في هداك الشيء ممكن نروح نجيبه وبعدين ننزل هاي او نطلع هيك بعدين نرجع لهنيك. في هون حبلة. وين بتروح؟ حلو والله. تهل. طبعا في مراحل كتير. يعني هلا هي المرحله بهذا المكان، في مرحلتين قبل انا خلصتهم. يعني خريطتين كاملين. هذا هون حينزلني لهذيك الشيء. شوفوا هلا هيك مثلا، وبعدين اذا ضربنا هاي اعطاني خيط ثاني لحتى انزل فيه هيك. فشوي شوي الماب الخريطة يعني عم تفتح تعطيك الاوبشنز اللي فيك تطلع لها. اطلع نرجع لفوق. في هاي الذهبة هون ممكن تنزل لها هنيك، بس ما بدي هلا.
اها هذا بدنا نفك. ما معي نفك بس صح؟ ما معي نفك. طب انا شو عم بعمل هون؟ عم حاول لاقي المفتاح. المفتاح هذا حيروح يفتح لي الباب اللي حروح منه بعدين. فانا بدي فوت على هذا الحوض. ولحتى فوت على هذا الحوض بدي المفك اظن. او مو شرط. من هون. اها. هدول هلا بعدين بجيبهم. تعالوا. ايه كمان لاحظ شغلة. الطريقة اللي عاملين فيها المكان. الجرافيكس. وهي الاشياء. هدول رايحين يوصلوها لهاي. I'm desert flea my mighty wrath ما بعرف شو. طيب. هذا هون بس. شو بيعمل هون؟ طب خلينا نطلع لفوق. مرة تانية. شايفين فتحت طريق جديد لحتى اوصل لهون. بدل هديك اللفة اللي عملتها. اوكي بدنا هون هاي الجهه في شيء. لا لا مرات طبعا مثل كل الجيمز تلاقي اشياء مخبايه بالزوايا. يلا لتحت. هاي المفتاح جيبه. هاي معنا افتح الباب. ما بده يفتح الباب. تعال قرب. هدول اوايع اساس يعني. ها طيب فينا نعمل هي هاي مشان نعرف وين في شو في اشياء. مثلا ممكن نكبس هاي حنعرف انه في جره هنيك بدنا نعبيها. طبعا حتى نعبيها اظن لازم نجمع هدول. في هذا الاخ تعنا نروح عنده. يمكن هذا لازم نعطيه المفتاح. اليكو ها هذا هيك حيفتح لنا طريق لمدري وين. We're doomed fall back. Liberate the funnel. انا جاي اخذ هذا الفانل لحتى خلص الجهاز اللي حيخليني اعمل مدري شو اشياء علميه. خذوا روحوا يلا مع السلامه. Shadow creature. لايف مدري شو. اوكي whatever man. هذا اظن فتح الطريق ما بعرف وين بيروح يعني. المهم اظن وصلت فكرة الجيم. هدول راح بيفتحوا الباب هيوصلوها لل. خلصنا هذا الماب يعني خلصنا الاشياء الاساسية اللي هي نروح نجيب هذا الغلط. طبعا حيكون في عنا حوالي 4 أو 5 خرائط بس تخلص بخلص الجيم. الجيم مو طويل بس كتير كيوت كتير حلو. الطريقة اللي بتمشي فيها كتير حلو. المهم هاي هي تاينيكن. شكرا كتير. لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. شكرا.